يلا مشاهدينا الكرام، رانا رجعنا لكم. بالنسبه للاطباق الاولى كانوا تاع مريم، قولي لنا مريم باختصار واش درتي؟ اكيد حنا درنا الكسكس التقليدي اللي يكون حاضر نهار العيد ان شاء الله، وقلت كما قلت لكم 80% من الشعب الجزائري يحاولوا انهم كامل يحضروا الكسكس. مباشره نروحوا دوكا نشوفوا لي غاتو تاع نهار اليوم. يلا مشاهدينا الكرام اليوم يعني الحلويات تاع العيد. شكرا. اليوم مشاهدينا الكرام جبت لكم واحد لي كوفري تاع الشوكولا. مريم من فضلك لو كان تجيبين هذاك الكوفري الكبير يشوفوه باش يعرفوا واش راح نديروا. هذوك لي كوفري تجيبوهم لكم يبان لكم غاليين وحاجه كبيره وكذا منا، تقدروا ديروهم كوم دي كوفري هكذا، نحي لهم برك هذيك الفوقانيه باش تبان لك. هذه انا نقول لهم لي كوفري تاع المهيبه صح، ولا يقدروا يشبحوا بها الطاوله تاع العيد نتاعكم. شوفوا هاد لي كوفري كنت خدمتهم قبل ما تبدا الحصه بحوالي 20 حتى 30 دقيقه، يعني يحضروا في السهره اليوم يحضروا. هادو حاجه سهله ديروا بهم حاله، ميم لا بواط هذه شي تاع 17000 ماشي حاجه غاليه. وهاد لي كوفري كامل احنا خدموهم شوكولاتة على المرجان والجوز واللوز تاع منتوجات مهدي، ما كاش كاع حاجه كبيره. يتم لكم تشوفوها مريم باش تعرفونا ابي بري واش راح نخدموا معاكم دوك. يلا شوفوا معايا مشاهدينا الكرام، الحاجه الاولى نذكركم برك باللي لاكام تاع المرجان عنده هاد الشوكولاتة على باتا غلاس هاي، ومازالوا كاينين. عنده شوكولا بالحليب، شوكولا سوداء، شوكولا بيضاء، عنده الروشي بحبيبة البندق، كل حاجة راهي متوفرة عند منتوجات المرجان. انتم مشاهدينا الكرام تاخذوا هادوك لي مول سيليكومات اللي يكون الاخر نتاعهم صغير، ونبداو نشكلوا الطريقة تاعهم سهلة 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 للغاية. زائد راح نخدم لكم تانيك واحد الكوفري تانيك يكونوا تانيك مشاهدينا الكرام بالفواكه بالهاد النفخاز والبنات. يلا عندنا مكالمه سليمان ام البنات من تي بازا. الو نعم. الو الو نعم ام البنات واش راكي لاباس؟ الو ام البنات قطعت المكالمه، عاودي الاتصال من فضلك. نقصي بك شويه ما لا كاين مزيان. يلا مشاهدينا الكرام شوفوا معايا مليح انا من فضلكم، الحاجه الاولى راح نجيب هذا الليمون تاع السيليكون متواجدين ومتوفرين عندكم في ديوركم، لا تقدروا تشروهم يكونوا ماشي كبار بزاف يكونوا صغار بالطريقه هذه. شوفوا معايا هنا مشاهدينا الكرام راح ندير لكم عده انواع، ركزوا معايا مليح. هنا الحاجه الاولى راح ناخذ شويه تاع البيستاش نديرو كقاعده اولى. شوف هذه الاولى صح، راح ندير شحال، راح ندير 6 بالبيستاش ونديرو حاجه واحده اخرى. هنا مشاهدينا الكرام عندي لا فيدور ولا الورق الذهبي، نجيب هكذا ونحطو في القاعده بالطريقه هذه. مريم نعم هادوما تقدروا قلت لكم ديروهم راح يجوا بزاف شابين تشبحوا بهم كامل الطاوله تاعكم. في نفس الوقت مشاهدينا الكرام تقدروا ديروهم للمهيبه كما قالت لكم مريم، في نفس الوقت تقدروا ثاني تعطوهم لاولادكم راح يديروا بهم حاله، وهذوما راح يكونوا لاباز تاعهم الشوكولا والمكسرات. بقات لي هديه راح نديرها باللوزيفيلي. هنا عندنا اللوزيفيلي يكون محمص صح، نجيبوا الشوكولا اللي تكون عندنا سواء بيضاء سواء سوداء سواء بالحليب. اسمح لي غير لاصا انا هنا راح نديرها بيضاء دي غرادي لا ما كاش دابت هذيك ولا مازال قريب سينا دوك ندوبوها فورنوم او شي على المليح. هذاك مريم شوف نديرو شويه كقاعده الطريقه هذه. يلا مشاهدينا الكرام من الناس اللي جاو دوكا نقول لهم بلي رانا ندير لكم في لي بوكس تاع الشوكولا، هذوك لي بوكس اللي منين داك يجيبوها منا من الخارج يديروا حاله وكذا، هذوك كاين تقدروا تخدموهم في ديوركم بطريقه سهله للغايه. زائد هاد الشوكولا تاع المرجان هذه بنينه 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 بزاف، تقدروا تاكلوها ديريكتومون. ها شوف نديروا كطبقه اولى بالطريقه هذه. هنا لازم نخدموا كل طبقه وندخلوها للمجمد. ها علاش خويا محمد تحرق في قلبك محمد؟ اذا سليمان شحال درنا لابواط تاع درنا علبه واحده فقط نعم تاع
تاع الشوكولا. علبة تاع الشوكولا بيضاء يديروا زوج ولا كيما يحبوا. هنا مشاهدينا الكرام شوفوا معايا هنا، شوفوا لي هذه باباتا تارتيني غوشي تاع منتوجات المرجان. ها دوك يا طوالكم تشوفوها فيها الحبيبات تاع البندق، هذه راح نستعملوها كحشو، هذه راح نحشيو بها الشوكولا نتاعي. صافي دير الشوكولا نتاعي، اسمحي لي مريم فضلك. فضل. شكرا. الشوكولا نتاعي راح تجي محشيه لداخل. ها شوف عندي مغرفه هنا كبيره تكفيني. صح هذه نقول لكم برك للامانه باللي لاباتا تارتيني غوشي تاع منتوجات المرجان هي عباره عن شوكولا للطلاء زائد الرقائق تاع البندق المحمص. صافي دير راح هادوما حيجون داخل فارسي كما راكم تشوفوا. ها شوف فارسي بالبندق والشوكولا للطلاء، روعه كبيره هذه خوتي. شوفوا معايا هكذا صح حتى نكملوا كامل الشوكولا نتاعنا. يلا شوفوا معايا مليح. هنا مشاهدينا الكرام نقول لكم برك باللي راني نخدم لكم في الكوفري تاع الشوكولا هذاك اللي داير حاله ويتباع غالي بمكونات تقدروا تستعملوها في كل دار، عباره عن الشوكولا تاع المرجان. نزيدوا نديروا من الفوق طبقه ثانيه، عباره عن الشوكولا تاع المرجان بكامل انواعها. للامانه شوكولا المرجان عنده حوالي 10 طلبات غلاسي، عنده السامبل وعنده اللي فيها الرقائق تاع البندق. صح راح نكمل بالطريقه هذه. ها اي واش هذه سليمانه؟ برافو مريم. نزيدو عن دوزيام مول اكزاكتو، هذايا راح نكملو ندخلو برك للثلاجه يحكم روحو. شتي شحال سهله مريم؟ وي بيان سور سهله ومزتي لها لازم لا لا تكستور تاعها الشابه الرائحه سورتو هذيك تاع لوغون الريحه تاع نوازيت. نوازيت انا ننصحهم بها بزاف بنينه. صح هنا مشاهدينا الكرام النوع الاول سيبو كملناه. حنا واش راح ندير؟ نرفدو نديه مباشره للمجمد. هنا نشوفو الدوزيام موديل. دوزيام موديل على بالي بلي ولادهم يحبوا بزاف الفواكه، راح نخدم لكم وحده راح تكون بالفواكه. شوفوا معايا هنا ناخذ شكرا دقيقه نديرو كميه قليله فوالا غير شويه برك باش تلصقنا فيها الحبه تاع الفراوله. تاع الفراوله صح. هنا مشاهدينا الكرام ناخذ الحبه تاع اللي في خزن تاعنا نحطوها بالطريقه هذه. شوفوا معي شكرا صح هكذا نجل هنايا نديرو شويه المكسرات اللي عندنا. هنا عندنا اللوز تاع منتوجات مهدي كنا حمصناه وكسرناه كيما راكم تشوفوا، ونجو نكملوا نحطوا الشوكولا نتاعنا. فوالا هكذا طريقة سهلة للغاية، ديروش بزاف الشوكولا باش ما تخرج لكمش من القالب تاعكم. انا هنا واحدة هربت لي علاش دوكا تحبط. اكزاكتومون نذكركم برك باللي هنا لازم مباشرة تدخلوها للمجمد. فوالا هنا ولادكم راح يديروا بها حالة هادي مريم. لازم ديري شوية للدراري انت. عندي بنتي تموت على الفراولة. فراولة بشوكولا واللوز تكون غيتسنى. واش نحكي لك؟ نعاودو نرجعوها. هادي ديال نديها برك المجمد مريم فضلك. هادي نرجعوها. هي مليحة مليحة هي دايبة. هنا مشاهدينا الكرام راح ندير لكم وحدة بالموز. شكرا. بالنسبة تاع الموز نديرو هاد لي طرونش هكذا. تقدروا الموز مع الفراز او ميم طون تاني كيجيو شابين. هكذا نديرو لي طرونش هادو تاع الموز هكذا. اخويا حسين حسين قال لك يحب الشوكولا.
شي مشكل. نزيدوا له شويه تاع بيستاش. البيستاش هادو هما مشاهدينا الكرام تقدروا ديروهم في الدقيقه 90 في الليل السهره ان شاء الله. ديروهم تخليهم يباتوا في الثلاجه غدوه ديمو وغدوه ان شاء الله ديمو لي وشبحي الطابله تاعك اللي يجي يقبلوا هادوك الدراري طلي لهم على قلبهم. واه وي بيان سور سورتو الاطفال يتسناو كامل الحلويات يوم العيد. هنا نجو نديرو كطبقه اخيره شويه تاع الشوكولا المرجان. هنا الشوكولا تاع المرجان قلت لكم فيها بزاف لي الموديل عندكم هنا كامل في السامبل وعندك تانيك في السامبل وعندكم الغوشي. الغوشي واش نقصدوا بها؟ فيها الرقائق تاع البندق فعلا. المحمص يعطينا تعطينا الذوق غورمون وقرمشه فيها روعه. وي صح درنا بها ولا مازال سليمه وشنو الغوشي؟ دير واحده بالخف الدوب مازال كاين الوقت. هاي من الوقت هنا. هاي من نمري الغوشي صح. هذه مشاهدينا الكرام درنا لكم واحده تاع الفراوله، درنا لكم واحده تاع الموز، ودرنا لكم واحده هذيك البيضه بالبيستاج. هذه سيبو راح ندخلوها للثلاجه وي مينيت. اي اوكي مازال عندنا شكل الوقت اليوم مريم. وي اليوم الوقت سكا ما شاء الله. نحي هذه وديري تفضلي مريم دي براسي برك لا طاب دو ترافاي تاعي من فضلكم. نزيد نجيب هاد المول تاع السيليكون واحد اخر. لي ريسيبيون هاوليك. اوكي مريم هذا احسن. انا باسكو راهم مش مخلي المول تاعي تاع السيليكون باسكو غسلتهم في الفاصل كنت خدمت بهم قبل ما تبدا الحصه. فوالا شينا ملاحظة دائما نحب نقولوها سليمة انه شوكولا المرجان خالية من الجلوتين. بزاف الناس يقول لك على الجلوتين بالليك اسك عندها الجلوتين ولا لا ما فيهاش. الشوكولا هذه خالية من الجلوتين بالنسبة لي عندهم مشكل تاع الجلوتين كامل لاقام على ما اظن انه لاقام كاملة راهي فوالا سون جلوتين يعني تقدروا تقتنيوها عادي عادي يعني ميزة خاصة هذه خاصة خاصة وي شوكولا يا مريم. ديتها لي لهيكا مازال زيد تحتاجها بيان سور. انا مشاهدينا الكرام راح نديروا هذه بالرقائق تاع اللوز وراح نضيفوا عليهم للرقائق الاخرين. مشاهدينا الكرام تفضلي مريم دوك نوجدها لك تمتم تاع اللوز والجوز. بزاف ناس يحبوا هذوك لي بوكس مريم. وي بيان سور يكونوا غير صغار فيهم شوكولا شابه وبنينه وتبان لهم باللي غاليه ايتو. هنا جبناها لكم اليوم طريقه اقل من هذه ما كاش. شوف نديرهم غير في الصغيره باسكو راح ندير الحشو نتاعي. راح ندير الحشو نتاعي بكريمه البندق مع البندق مع البندق. وي شفتوا لاقام تاع المرجان شحال تسهل لكم الخدمه عندهم بزاف لو شوا. راهي بارك تحبي يكون عندك لو شوا مريم بيان سور. واش حبيتي؟ بعجينه واحده علاش؟ باسكو حنا سي لوتيليزاسيون تاع لو برودوي سي تلعب دور كبير سليمان. دوكا انا كي ندوبو شوكولا هكا قدامهم ونشوفوا باللي النتيجه 100% ناجحه. ناجحه 100% وي هنا صافي نحفزوهم ولا لا لا اكزاكتومون. هنا مشاهدينا الكرام نراكم تشوفوا كاين هادي هادي دوك نفتحوها هي عباره عن كريمه تاع البندق زائد رقائق تاع البندق عندهم في الصغيره حتى الكبيره. شوف هادو ما قلت لكم تقدروا تستعملوهم في لي فارس تاعكم تحشيو بهم واش ما حبيت. سمحي لي مريم فضلك هنا كنا درنا المكسرات في القاعده ورانا ضفنا عليها الشوكولا بالحليب كطبقه اولى وراح نضيفوا مشاهدينا الكرام في الحشو كريمه البندق. هذا روحوا شوفوا معايا شوفوا لي اللون تاعها كيفاش يجي عباره عن كريمه تاع بندق راح نستعملوها كحشو. ها فوالا حيكون في الوسط
بالطريقه هذه. فوالا انا درنا كامل الحشو من الفوق، ونجو نضيفو شويه تاع الشوكولا من الفوق. ها صح، هذوما لي بوكس مشاهدينا الكرام، يتباعوا بزاف غاليين، وانتم تقدروا ديروهم بمن حبيتوا. عندهم ثاني الناس اللي ما يحبوش الحلاوه بزاف، عندهم الشوكولا السوداء فيها بزاف في نسبه تاع الشوكولا تاع السكر ناقصه، نسبه الكاكاو طالعه فيه، طالعه نسبه الكاكاو. صح، وجاب لي ربي اول نوع اللي يخدم هذا الغوشي في الكلاصاج هو المرجان. وي بيان سور سي المرجان، يسهل تبقى تجي في الكا، لانه هذا الكلاصاج كان ديجا اكزيستي في الكلاسيك في اكزاكتومون لا باتيسري، كانوا يسموه الكلاصاج غورمون. كيفاش نخدموا هذا؟ نذوبوا شوكولا وبا ماغي ونضيفوا المكسرات، المكسرات اللي عندنا، لكن هذا يعني سهلها لنا خاصه في كي نديروا الصابلي ونكلاسيوه بهادي لي فيغيغو، يعني روعه روعه. والحاجه هنا اللي مريم الرقائق تاع البندق كامل لو ميم، كيف كيف الشكل تاعهم، الحجم الحجم تاعهم كيف كيف، ماشي تجيك حبه صغيره وحبه كبيره. احنا مشاهدينا الكرام نخبطوها هكا شويه وندخلوها للثلاجه بطبيعه الحال. هنا كل حاجه مريم تدخل للثلاجه. اكيد. يلا نزيدوا كطبقه اخيره ولا كنوع اخير اللي راح يكون بالشوكولا. غوشي هي عبارة عن شوكولا مشاهدينا الكرام. يلا معليش مشاهدينا الكرام، قلت لكم أنا قلت لكم بزاف الأنواع، وهذا الشوكولا قلت لكم مشاهدينا الكرام فيها الرقائق تاع البندق، تقدروا ثاني تضيفوها وراح تجيكم بزاف شابة. يلا مشاهدينا الكرام إذا تكرمتم قعدوا معنا، نروحوا فاصل قصير نرجعوا لكم نحط لكم الوصفة تاع اليوم واجدين. يلا مشاهدينا الكرام رانا رجعنا لكم. بالنسبه للاطباق اللي كانوا اليوم عباره عن طعام تاع صبيحه العيد، زائد هذوك البوكس تاع الشوكولا الفاخر الرائع اللي سميته انا بوكس تاع السعاده، راح يساعد لكم ياماتكم، راح يساعد لكم ان شاء الله صبيحه العيد. يلا من ندير لنا لا بريزونطاسيون. اذا مشاهدينا كان شكرا سليمان، كان الطبق تاعنا تاع نهار العيد ان شاء الله اللي كما قلت لكم لا بليبار تاع لي زالجيريان كامل اللي حضروه. تزيين تاعي اكيد انا كما بعد ما طاب لي هذاك اللحم نحيته، زدت هذوك الخضروات معي كيما القرعه كيما زروديه كيما لاغيكو اللي هي لوبيا مونشتو، زينتها بهذيك الحميصه تاع منتوجات مهدي ورافقتها بالبينه كيما راكم تشوفوا. كاين اللي ربي يهنينا ان شاء الله يا رب، ان شاء الله ويهني كامل الامه الاسلاميه جميعا. فوالا، والتزيين يقعد اختياري. فوالا كانت يعني الطبق تاع نهار اليوم، والمرقه كل واحد يسر به لروحه كيما يحب. تفضل سليمه. يلا مشاهدينا الكرام، بالنسبه لي بوكس اللي كنت وجدتهم لكم اليوم، تقدروا ديروهم في الطاوله تاعكم كديكوراسيون، ميم طون الدراري راح يدعوا لكم نهار العيد كي يجوا. شوفوا شحال شابين، درت لكم بزاف فيها لي موديل، درت لكم في لا بوكس هذا بالنسبه لهم خاطبين يدوهم لعرايسهم راح يحمروا لهم وجههم، ويماجينيهم بلي جابوهم منهم ليترونجي. ولا شوفوا لي تانيك هذيك اللي فيها الفواكه تقدر تكونسوما برك في هذيك لا جورني، باسكو الفواكه ما تشدلكمش بزاف. فريمون لا بوكس هذوما ولا هذوما لي تخيك تاع الشوكولا راح يجوكم بنان 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 بزاف بزاف بزاف. هذه لازم تجربوها مشاهدينا الكرام. برك حبيت نقول لكم برك بلي صباح العيد باش تحلى اللمه غير مع مسعد صودا أكيد. المشروبات الغازيه ينحي محمد شايب. وانا حبيت نقول لكم برك كلمه باسمي انا، حبيت ندير تحيه كبيره كامل ليكيب تكنيك اللي خدمونا وتعبوا معانا طيله شهر رمضان المبارك، من كبيرهم حتى لصغيرهم، والمشرفين على البث والناس كامل تاع قناه البلاد اللي داروا فينا الثقه وخلونا نخدم لكم هذه ليميسيون عباره عن بث مباشر، فريمون ماشي حاجه سهله. ان شاء الله برك اللي غلطنا معاه نقولوا يسمح لنا، اي انسان ممكن معاه الريسبي تاع لا بريسيون ولا كش ما قلنا كلمه كي يا باسكو علاش، صدقوني خاوتي انتم يتلحق لكم الصوره، الناس راهي تتعب هنا بزاف، جري كبير باش في 20 دقيقة نخدم لكم هادو ونوجدهم لكم وتلقاهم واجدين والماكلة طايبة ويتو ويتو ويتو. شكرا جزيلا لكم، بارك الله فيكم. باسمي أنا حبيت نطلب منكم السماح الناس اللي غلطنا معاهم هنا في قناة البلاد، سواء بكلمة سواء بجاز، باسكو الدنيا هذه مبنية على والو، الإنسان لازم يطلب السماح. وأنا حبيت ندير تحية كبيرة 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 لعائلتي ونقول لهم رمضانكم بصحة، وأنا على رأسهم الوالد نتاعي ربي يحفظه ويطوله في عمره. تحية كبيرة لؤي وروفان، نقول لكم عيدكم بصحة، وهنا كامل ناسي وحبابي نقول لكم صحة عيدكم، وربي يتقبل إن شاء الله منا ومنكم صالح الأعمال،
وان شاء الله نكونوا دائما في حسن ظنكم وناسكم وحبابكم اللي ما راكمش متفاهمين معاهم، ماذا بكم تطلبوا منهم السماح، باسكو الدنيا هذه ما فيها حتى حاجه. ماذا بينا نخرجوا ان شاء الله بعد شهر رمضان، والله عز وجل يكون غفر لنا كامل ذنوبنا واعتق رقابنا من النار. ومشاهدينا الكرام انتم اللي درتوا فينا الثقه، مريم طولت اليوم باسكو جامي هضرت اليوم، خاوتنا وخياتنا المشاهدين تاعنا اللي درتوا فينا الثقه وراكم تتبعوا فينا في هذا العام الرابع على التوالي، شكرا جزيلا، بارك الله فيكم وفي وقتكم، وجعلوا ان شاء الله حاجه في المستقبل تاعكم تكون على حساب قلوبكم. شكرا، نقول لكم برك يعطيكم الصحه وشكرا جزيلا. تفضلي مريم. شكرا سليمان، نشكرك كذلك انه جوزنا اوقات مليحه واوقات حلوه ومره كما يقولوا انا وسليمان اكيد، لانه ماشي حاجه سهله. نشكر جميع عمال قناه البلاد، نبداوها من لاجون حتى يعني لا ديراكسيون فوق، نقول لهم يعطيكم الصحه. هذا اذا كان يوم الاخير اكيد سليمان فوالا. وما نساوش ممولين الحصه اللي كان كانوا يعني مولونا في هذا البرنامج ووضعوا ثقه تاع منتوجاتهم حنا باش يعني نوري لكم منتوج ومنتوجات بلادي، يعني الحمد لله منتوجات فاخره، منتوجات يعني في القمه الحمد لله. وكذلك ما ننساش العائله تاعي، نقول لهم صحه عيدكم، كل عام وانتم بالف خير، الزوج تاعي اولادي ربي يحفظكم ان شاء الله، امي ابي اخوتي جميعا، واخي تاج راسي ربي يحفظك خويا حبيبي زكريا ربي. يلا شكرا، يلا مشاهدينا الكرام قاعدين نقول لكم شكرا جزيلا وصحة عيدكم، سلام. قدم لكم هذا البرنامج برعاية ماكويزين. قدم لكم هذا البرنامج برعاية المرجان، مع المرجان ديما فرحان. قدم لكم هذا البرنامج برعاية لاتين البنينة هي اللي تهنينا. هذا البرنامج قدم لكم برعاية إليغانس بلوس، ديسكافر ذا بيست لوكسري كوكا كولكشن. Max Store, max de qualité, max de confort.